دي صورة المحضر اللي عملهولك الراجل اللي كان مكتبك إيصال أمانة، وكمان أمر ضبط وإحضار من النيابة. ده بتوع احضر لي انا؟ آه أنا دفعت فلوس كتير قوي عشان أعرف أجيبلك الورق ده. يا نهار اسود منيل. ده مش كده وبس، ده كمان الراجل اللي انتي ضربتيه عملك محضر ان انتي سرقتي من بيته ذهب وفلوس. الراجل اللي ضربته هو ماتش؟ ما ماتش، وعمل لك محضر وحط فيه كل مواصفاتك. يا نهار اسود منيل، انا ضحت كده خلاص، ضحت. اقل حاجة هتاخديها في الحكاية دي من 3 سنين ل7 سنين، ده اذا ما كانش كمان اكتر من كده، لانهم جايبين محامين مهمين وانتي طبعا ابيض وبلاطة. طب والعمل؟ اهرب طب دلوقتي ولا اروح فين؟ تهربي فين بقى؟ هو في حد بيهرب من الحكومة؟ وبعدين كل مواصفاتك موجودة في أي كمين، يعني بمجرد ما يدوسوا على الزرار هيطلعوا كل بلاويكي. اسمعي بقى يا نور، انت مشاكلك كترت قوي، انا بصراحة ما اقدرش اتحمل المسؤولية دي كلها. انت من غير ما تزعلي مني يعني لمي هدومك وامشي بقى من البيت. يا نهار اسود، انت هتتخلي عني يا مدام؟ ما عنديش حاجة اقدر اعملها بصراحة يا نور، لمي هدومك بقى وامشي. لا والنبي يا مدام، مدام انت هتسيبيني كده؟ يا مدام يا مدام والنبي يا مدام ما تسيبيني كده، ابوس ايدك يا مدام والنبي والنبي، كلمي اي حد مهم طيب من اللي تعرفيه وابوس ايدك. بس بقى يا نور ما تقطعيش قلبي اكتر من كده، وبعدين حد مين اللي انا ممكن اكلمه من المهمين دول؟ انا ما اقدرش الط نفسي برضو في حوار زي ده. يعني هتسيبيني كده يا مدام؟ يعني انت يرضيكي اترمي في السجن ظلم؟ يرضيكي؟ انا والله العظيم تلاته مستحمل ولا يوم في السجن. ارجوك يا مدام اعملي اي حاجه والنبي. طيب بصي يا نور، انا عندي حل واحد. حل ايه ده والنبي الحقيني بيه؟ الراجل اللي انت ضربتيه وعمل لك محضر، الراجل ده مهم جدا وكبير وواصل، هو ده الوحيد اللي يقدر يخلصك من الموضوع ده ويتنزل عن المحضر. ومش كده وبس، ده يقدر كمان يخلي الراجل اللي انت كباله ايصال الامانه يتنازل هو كمان. ده الحل اللي عندي. ازاي بس؟ وانت عارفة يا مدام هو كان عايز مني ايه؟ كويس اوي، انا مش هقدر اعمل. بصي بقى يا نور من غير رغي كتير، هو ده الحل اللي عندي، وافقتي بيه كان بها، ما وافقتيش بيه انا مضطرة ابلغ البوليس عشان اخلي مسؤوليتي انا كمان. يعني انت هتسيبيني يا مدام وتبلغي عني وترميني في السجن بايدك؟ طب هعمل لك ايه يا نور؟ هو ده الحل اللي عندي، فكري بقى عشان انا تعبانة وعايزة انام بصراحة.